ما تقوم به إسراء. القضية الأولى هي قضية الانتخابات التشريعية والرئاسية التي أعلننا عنها في الأمم المتحدة. هذه الانتخابات عندما قررنا نحن جادون في الوصول إلى الانتخابات، نحن مؤمنون في الانتخابات ونريد الانتخابات أن تحصل، لأنه منذ عام 2006 لم تحصل انتخابات تشريعية عندنا ورئاسية عندنا، ولذلك يجب أن نجري هذه الانتخابات ولكن ليس بأي ثمن. تجري الانتخابات في الأراضي الفلسطينية، وأقول بالضفة الغربية وغزة وفي القدس، ومن البداية أقول بدون أن ينتخب أهل القدس في القدس لا انتخابات.